أقسم بالله. ما شاء الله. كان سؤال تطرح في مادة العلوم وإن أنا كنت ضد الإجابة. يعقوب الحاجات أخرى يعقوبك تخرجي كيوان بدك تخرجي طبيبة جراحة بالصحة إن شاء الله نفرحوا بك إن شاء الله وتكوني إطار من إطارات الصحة. هذه صغيرة هذه أخرى أكبر هذه أخرى هذه الحمد لله. بالنسبة لي شهادة التعليم الثانوي كانت أصعب امتحان نمر فيه في حياتي، لأنه هو اللي راح يقرر المستقبل تاعي، هو اللي راح يقرر لكن راني رايحة نوصل وين حابة. الحمد لله وصلت وتعبت بزاف، قريت له 3 سنين والحمد لله باسك العائلة تاعي تاني عاونتني بزاف، كانت هي أكبر داعم ليا، الأب والأم والجدة والإخوة كامل الحمد لله. المهم وتحصلت على المرتبة الأولى ولائيا، وهذا كامل يولي للمجهودات اللي بذلتها هي، وخاصة المجهودات تاع الأساتذة. يعني أنا بيرسونيلمون كانوا عندي اتصالات مع الأساتذة تاعها من السنة الأولى ثانوي حتى للنهائي. نوجه الشكر خاصة لثلاث أساتذة اللي راهم عزاز عليا بزاف، كاين الأستاذ بنعاس والأستاذ عمر جعفر والأستاذ أبو بكر. الشكر لمرت عمها، ولاد عمها، باباها، خوت خواتاتها. ما عنديش، ما قدرش يعني نوصف لك احساسي. الحمد لله الحمد لله الشكر لله. هلا في المستقبل حابه نولي طبيبه تاع القلب، امراض القلب، لانه هو حلمي من الصغر وباذن الله نوصل له، نقرا نزيد نتعب ونوصل ليه. سن معدل على مسؤول الولايه، وكانت في الثلاث سنوات الاخيره هي الاولى في المؤسسه، وكذلك شهاده التعليم المتوسط. شهادة التعليم المتوسط هي ثاني كانت هي الأولى على مستوى الولاية.